ليش قد ما كانت الحلاقة شادي حلوة؟ نعم لقطتني فورا لسا بدي اسأل على الشفرات رأسا لقطني كيفك؟ الحمد لله. شو أخبارك يا عبد القادر؟ بخير منشكر الله. أنت مو قلت لي أجي لعندك على التنتين ونص وبعد الواحدة والنصف؟ نعم نعم. نعم شو عم تعمل هلا؟ عم تزبط هالدبابيس؟ نعم يا شادي. لا بس عن جد شقد الماكينات الحلاقة؟ لا لك يا سيدي لا أراعيك يا سيدي. هات تعال عندي تعال عندي تعال هيك لتوقف هون. شادي عندك تراعيني شاد عم تبيع هاي الخمس شفرات هي هاي؟ هي ايه؟ خلص خدها لألك. لألك يا سيدي بكلفتها 1200 تكرم. بكلفتها؟ الله يرزق خلص حطها هون هلا. في انواع شايف انا عبد القادر. نعم يا سيدي. عبد القادر انت قلت لي كنت عم تدرس شو عم تدرس؟ بدرس بمعهد تأهيل الخاص في المكفوفين. ايوه هذا بس تخلص منه شو يعني بكمل بكالوريا بكمل كذا شو؟ هلا هو يا شادي استاذ شادي انا بيطلع لي ادبي ما بحب الادبي بدي بحب العلمي. المخرج مثل ما بده مشي مشي ما بيأمرنا نمشي مثل ما بده مشي. ايه انت انا بالاخير اخي شو بدهم هدول مصوريني بشتغل مثل ما بدهم مشي. ايه المهم خيو ايوه فهذه انت اذا بدك تكمل بعدين يعني من هذا المعهد شو رح يصير؟ شو بعده يعني انت عم تقلي علمي يعني انت بتكمل بكالوريا علمي؟ لا هلا هو ما بطلعنا نحن بس انا بحب العلمي ما بحب الادبي. طيب والحل؟ الحل انا بقول لك الحل. نعم. انه الحل بيطلع لي علاج برا مثلا نطلع نتعالج مثلا بصير بدرس مثلا. يعني تتعالج برا انه ترجع تشوف؟ ايوه برا ببلاد اوروبا هيك في شيء في لك. طيب هلا انا بكل الاحوال ام محمد رساله بعد ما عرضنا شوف انت حدا حكى معك شيء بعد ما عرضنا الحلقه قالوا لك شيء حدا حكى معك يعني انه على الفيسبوك هيك انشهرت و... ايه ايه لك كلهم كل ال... كل شو؟ كل العالم والله صرت مشهور اكثر مني الله وكيلك بلشت اغار انا. ان شاء الله الله يشهرك ان شاء الله. عبد القادر احد الانسانيين بدولة الامارات هو اسمه فواز ابو تيم هو سوري من حمص. نعم. تواصل معي بعد ما عرضنا حلقتك. ايوه وهو تبناك لتاخذ البكالوريا وتكمل دراسة وتتخرج من الجامعة. فهو اولا هلا بعت معي امانة لك 500,000 ليرة سورية. ايوه رح تاخذها هلا فورا. اعطيني وين الظرف. هاي من فواز ابو تيم هو سوري حمصي بالامارات. ايوه ايوه وشهريا رح يبعث لك 200,000 ليرة سورية حتى تتخرج من الجامعة. ايوه مشي مشي الله يرزقه. وهلا رح ندق له فورا على الامارات ويحكي معك لانه هو حابب يسلم عليك وانا رح اعود اعطيه رقمك. ايوه وتتواصلوا فورا انت وياه. انا بكون خلصت مهمتي هيك تمام. بس بجي انا بزورك وباخذ شفرات وحلاقه وكذا يعني خلص نظبط الامور وبلا حق كرمالك. لا هاي 500,000 هو بعتها. الله يرزقه وييسر له بس يلقط ما عم بلقط ال ما مشي الحال. بس هلا بس انا في عندي يعني اسمع شوي مبادره انه هلا عم يقدن انه بس لو ضعيفه دقيقه مثلا اني عم هلا عم يقدن. لا اله الا الله. طيب هلا هو فصل الخط امرك. مو مزبوطه مبادرتي. اي والله اخي ابو تيم مرحبا. احترامي استاذ شادي كيفك شو اخبارك شو بخير؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انا مع عبد القادر والامانه وصلته وال500 الف ليره سوريه وبلغته انه حضرتك تبنيته الى ان يتخرج من الجامعه بمبلغ شهري 200,000 ليرة سوريه. هلا انا بس عندي سؤال يا عمي ابو تيم. هلا انت يعني انه مثل ما قال الاستاذ شادي يعني انه تبنيت يعني هل
انا بدي اتم هون يعني انا قصدي يعني ولا انه بدك تم هون هلا مبدئيا وموضوع العلاج موضوع اخر. ايوه هلا نحن عم نحكي على موضوع اكمال دراستك وتخرجك من الجامعه. نعم فابو تيم كان له راي انه هو يخصص لك مبلغ شهري الى ان تتخرج من الجامعه. ايوه عرفت عليك. هلا عبد الاشر انت باي فصل انت بالمدرسه ولا بالجامعه؟ هو بالمعهد معهد المكفوفين ودراسته ادبي. عم بقول هو بده يكمل علمي. ايه اللي عبد القادر بالوقت الحالي انا بدي احبك انك تكمل تمام كمل تكمل لدرجه انه انت خلصت من المعهد تبعك تمام. بعد ما تخلص من المعهد تبعك نشوف ترتيبات ثانيه ان شاء الله بنقدر اللي بيقدر عليك ساعدك فيه. بس انا بهمني بالوقت الحالي انه انت تخلص تعليمك لأنه ما شاء الله الأخ شادي سألك كم سؤال بالقرآن ما شاء الله حافظ مبين بني آدم واعي مبين بني آدم فاهم. فأنا هدفي بالوقت الحالي أنه ساعدك شهريا حتى أنه أنت تخلص من الجامعة تمام. وبعد على كل حادث الحديث عرفت عليك. مشكور أبو تيم وشكرا لك ويعطيك ألف عافية ويجعل الله بميزان حسناتك. أفيد الله يبارك فيكم وبس بعثي رقم شادي مشان نتواصل معه وان شاء الله الامور فورا حبيب القلب يعطيك الف عافيه. هو كان انه رقم شادي ولا رأي انا. امشي تمام هيك تمام مبسوط حلوه هلا هيك انه 500 الف وصلتك. ايوه 200 الف كل شهر لحتى تخلص دراستك. وهلا انا باخذ رقمك. اخذنا الرقم مره انت اخذت الرقم ما دقيت لنا الخربط مع ابو النور. فقلنا له خلاص الموقع محفوظ اش بعدين عبد القادر اشهر من السيف على العالم شو بدك. ايوه صار اخذنا شهره وانت مشهور ومحبوب هون على فكره كتير بالحاره. اي والله العالم بتحبني يا معلم. ليش بحبوك خيو؟ والله سبحان الله يعني هيك المحبه من عند الله. انا بقول مثلا نعم. ايوه شو بدك تقول هلا بعد ما صار هيك وشو بدك توجه رساله لكل اللي عم بيتابعك؟ شو بدك تقول لابو تيم اللي حب يكون واقف جنبك بجزء بسيط مثلا؟ الله ييسر له ويوفقه. وبصراحة أنا يا شادي حلمي بدي أقول لك شغلة. أنت حققت لي حلمي. أنا كان حلمي أنه أطلع مثلا على التلفزيون. فهلا طلعت أكثر من التلفزيون يعني. إيه وين شو والله في ناس من أمريكا عم بيقولي بقولي كيفو عبد القادر. والله أنا حلمي أنه إن شاء الله بتحقق حلمك. شو رأيك بيارا؟ يعني أنا بحكي لك هيك أصدقائي الفنانين إنه ممكن والله هيك إذا أجت يارا مثلا نحكي هلا نطلب من يارا. يارا معرفة يارا؟ يارا هاي بعدك عم تخطر على بالي؟ الله والله حفظان للقرآن وحفظان للأغاني كمان. أيوة. بعدك عم تخطر على بالي وبعده ما عذبني الهوى. طب أيوة. أنا رح أوعدك إنه أنا رح أحكي مع يارا وخليها تسجل لك فيديو واجيب لك الفيديو لعندك. شو رايك يارا؟ حدا كتير محترم. ايوه وهي كتير بتتعاطف مع كل الشعب السوري. ايوه فانا رح ابعت لها هذا المقطع هديه وقال لها عبد القادر بده يسمع اغنيه منك لإله. ايوه شو رايك؟ رايي تمام. تمام؟ لا والله جيرة حالك. يلا سلامي حبيبي والله يحميك يعطيك العافية.